احنا نذكر كيفيات متعددة للصلوات. الكيفية الأولى هي الكيفية التي حدثني بها بعض العلماء عن بعض العلماء، ذكر أنه كان هنالك مؤمن من المؤمنين يعاني مشكلة اقتصادية لا تحل، وكلما طرق الأبواب، وأنا أعرف الرجل، وكلما طرق الأبواب لحل هذه المشكلة لم تحل. يقول هذا العالم: فذكر لي مشكلته، فقلت له: أكو هنالك خط مجرب؟ هذا الخط، أنت ما أعمل بهذا الخط. كان يقول ذلك الرجل كأن هنالك عقدة في القضية، أحيانا عمل الإنسان يواجه بعقدة ما تحال، يحتاج إلى حل غيبي. يقول: فقلت إن هنالك خط مجرب، أنت أعمل بهذا الشيء. هذا الخط هو بهذه الكيفية، إنسان يصلي على النبي وآله 500 مرة، مهديا ثواب ذلك إلى الإمام الكاظم صلوات الله عليه، ويجعل 500 ثانية رهنا، يعني دينا مؤجلا يؤديه بعد أسبوعين، بعد أسبوعين، يعني يحدد الفترة حتى الله تعالى يتفضل بحل هذه المشكلة في خلال هذين الأسبوعين. 500 الآن للإمام الكاظم، 500 بعد أسبوعين. قلت: هذا ختم مجرد، أنت أعمل بهذا الشيء. يقول الرجل: ذهب وما مضت إلا 6 أيام، 6 أيام فقط، جاءني ذلك الرجل وقال: حلت هذه المشكلة الاقتصادية من حيث لا أحتسب. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، حدثني بعض العلماء الأجلاء مع خصوصيات القضية، أنا أحذف الخصوصيات، قال: في يوم من الأيام في مدينة قم دخلت على بيت، دخلت في بيت، ذكر ذلك البيت، فوجدت في ذلك البيت أحد الأشخاص، وذكر من هو، أنا أعرفه. يقول: فوجدته مهموما جدا، فقلت له: خيرا فيك؟ قال: في الواقع أنا بنتي، له بنت عمرها 10 أعوام، هذه على أثر حادث فقدت بصرها، وبنية عمرها 10 أعوام، خصوصا بنت تكون، هسه إذا يكون ولد ذكر خب القضية أهون، ولكن البنت في مثل هذه العمر تفقد بصرها عمرها 10 أعوام، هذا يشكل عذاب دائم لهذا الأب، لهذه الأم، فجدا كان متأثر. يقول: وكلما راجعت الأطباء لم يجد شيئا.
يقول هذا العالم، فقلت له لذلك الرجل: أكو هنالك خات مجرى بشرائط معينة، أنت اعمل بهذا الخات. وهذا الختم المجرب أن الإنسان يتوضأ، يذهب تحت السماء، ولا يتحدث في خلال الخاتم. ليه يتحدث؟ وخمسمية وثلاثين مرة يقول: اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك، متوضئا تحت السماء بدون حديث في الأثناء. تسوي هذا الختم. يقول فذهب بعد، يقول أيام كنا في تشييع في مدينة قوم، وإذا بهذا الرجل يخترق الصفوف في التشييع ويتوجه إلي وهو مستبشر وهو مرتاح، وقال: أنا رحت إلى صحن السيدة المعصومة في قوم صلوات الله عليها، وقرأت هذا الخات وعدت إلى البيت فلم أجد شيئا، البنت كانت كما هي. مرة ثانية رحت إلى حرم السيدة المعصومة صلوات الله عليها أو إلى صحنها، وقرأت هذا الخات وعدت إلى البيت فوجدت بنتي بصيرة. والأطباء الذين كانوا قد شاهدوا هذه الحالة وعالجوا هذه الحالة أبدوا تعجبهم أنه كيف حلت هذه القضية. مو عجيب. الطريقة الثالثة أيضا نذكرها، وهي التي رأيتها في كتاب خطي للجد رحمة الله عليه، عند كتاب خطي بخط يده. هذه الكيفية مذكورة في ذلك الكتاب، ولعلها مذكورة أيضا في كتب أخرى. والجد كاتب مجرب، كأنه هو مجرب أو غيره قد جرب، وهو أن الإنسان الذي له حاجة يقرأ الصلوات 14,000 مرة، المرة الأولى باسم النبي صلى الله عليه وآله 1,001، الألف الثانية باسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الألف الثالثة باسم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، إلى 14,000 باسم 14 معصوم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا أيضا من الختومات المجربة. نختم حديثنا، هنالك كيفيات أخرى ولكن ضاق الوقت، وهنالك قصص كثيرة وعجيبة، ولا بأس أن نذكر لكم هذا الرابع بدون ذكر قصصه. إذا واحد عنده حاجة فورية مستعجلة آنية، يعني الآن قضية فورية وفوتية، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثلاثة عشر مرة بنية الإمام الكاظم صلوات الله عليه، ويجعل 14 دينا متى ما حلت القضية. هذه في القضايا الحادة الفورية الفوتية مجربة مرارا وتكرارا. وقد رأيت الأفراد الذين فعلوا ذلك ونقلوا قضايا عجيبة.